السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ النهاردة حبيت اوريكم اللي حصل يا جماعة للقطيع السمنت بتاعي. بجد والله الحمد لله الحمد لله، انا مش عارفة ايه اللي بيحصل بالظبط معايا. القطيع بتاعي اللي الكبير اللي فوق اللي انا اتكلمت عنه ان هو بيسقط بيض، والنهاردة الصبح ببص لقيت دخلة بشر عليهم، لقيت ان تيتين يا جماعة بيرجعوا دم بطريقة يعني فظيعة. طبعا انا دبحتهم لحقتهم على طول. عايزة اوريكم بس كمية الدم اللي جوه في السلاكة، غرقوا الدنيا دم، واقفين كانوا بيشخرهم من كتر الدم اللي في زورهم، مش عارفين ياخدوا نفسهم، كانوا بيتخنقوا. فخدتهم على طول دبحتهم عشان اكتشف السبب اللي حصل لهم ايه. طبعا زي ما انتم شايفين مغرقين السلاكة ومغرقين السمان جوه دم كل حاجة، يعني حتى كان في بيضة. شايفين يا جماعة كمية الدم؟ شايفين الدم قد ايه؟ والله الحمد لله الحمد لله. بصراحة أنا مش عارفة يا جماعة إيه اللي بيحصل ده وإيه سبب اللي حصل ده. شايفين الدم جوه جوه قد إيه يا جماعة، وفي السقف في السقف برضه الدم كتير. طبعا هو يعني هما ما ضربوش بعض، هما ما بيضربوش بعض، بس أنا بصراحة مش عارفة إيه السبب اللي حصل. خبطوا نفسهم، مش مستبعدة يعني، فاهمين إزاي؟ فانا ان شاء الله انا وانا بنضفهم كده هعمل لهم عمليه تشريح واشوف ايه اللي حصل جواهم. يعني ما اعرفش بصراحه ايه سبب ترجيع الدم ليهم. اهو هوريهم لكم يا جماعه. دول السمنتين يا جماعه انا دبحتهم طبعا. يعني معلش اعذروني على المنظر الدم وكده ده، حتى انا قبل ما ادبحهم والله غسلتهم من الدم اللي كان عليهم علشان اشوف ايه اللي بيحصل. يعني ما كنتش عارفه ايه اللي بيحصل، لقيتهم بيرجعوا دم من بقهم جامد، فدبحتهم على طول. وربنا يستر يا رب والله، وان شاء الله لو حصل اي جديد الله المستعان هقول لكم وهحكي لكم على اللي حصل. وبكده تكون انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.